واحدة كده. والله في الدبليو مثلا نص، احنا بنتكلم على طول نص ونص يعني.
الروسي اللي هو يبعد عن الحدود دي كده نص. طب اليو يبعد عن الاكس ده كده نص. يعني عشان الفينش ده بس الفينش. طيب ايه بتاعتي؟ فين بتاعي؟ طب هو ده الكلام ده؟ عندك دي اسمها رقم 71، دي 70 دي اللي هي الفينش بتاعها. دي 71 دي بتتكلم مرتين كده. أول سطر فيها يو أهو، اليو اللي هو مشوار العتب أو الديب سكر. اللي هو ده مثلا وده وده. لحالة ويوصل لحد الفينش اللي أنا مسميه. طب الأر دي إيه؟ الأر دي العتب بتاعه. يعني مثلا ما ينفعش يوصل هنا وبعد كده يرجع نفس الخط، لا. لازم يطلع في الجنب ولا حاجه وبعدين يبدا بالفاضي. تمام؟ يبقى الار دي العكس بتاعه. طب بعد كده الموديل التاني دي خمسه. خمسه هنا بدايه الكونتوز. يعني بدايه ما انا بعمل دي كده اكس وزي مع بعض يعني. بدايه السطر بتاع الفيش. بدايه السطر بتاع الفيش. بدايه السطر بتاع الفيش. شفت انا الفينش اللي عملته في الشغل دي؟ اخد الكونتوز ده كده واعمله. اللي احنا عملنا قرط عليه الفينش، مش احنا عملنا على القرار ده هنا وعملنا على الفينش ده تقريبا. اخد الكود ده بقى واحطه هنا كده، وبين هنا خمسه وبين هنا 10. لو يو ده من ايه؟ دي المسافه او الحاجه اللي انا عايز افنشها بدل الفينش. اللي انا سايبها بدل الفينش. سايبه نص مثلا يبقى سايبه نص يو ده. ممكن اسيبه ممكن احطها صفر خالص. لو القلم يبقى الرافل هو اللي هيعمل فينش. نفس القلم هيعمل فينش يبقى خلاص ده 2 و6. قلم تاني هيعمل فينش يبقى ايه؟ بسيبه كده. طب دي 70 دي 70 سهلة بقى. احنا خلاص كتبنا هنا مثلا ان 5 حد ان 20 وخلصت الراجل اللي صار. بكتب بعدها على طول دي 70. ممكن اصدق قلم دي لو في قلم تاني مثلا دي 02 02 ودوت دي 1 دي 1. اقول له طبعا بقى يعني مثلا عندنا هنا جي 0 اكس 20 زد 2. وارجع تاني ادور الظرف. Thank you.
هي مش تفرق صح ولا مش تفرق 20 18 عشان كده بعمل له رابط سري لا تفرق رابط الكتب بتاعي رابط مش كده انا مفرقش طب تاني الحته دي ما اتظبطتش هي اللي عارف فين مش عارف يعني لما تخيل مثلا مفيش اي هدف خالص وانت ماشي على وانت تجيب من اول هنا وتقعد مش عارف بعدين 17 بعد كده في زي واحد زد
Gracias.